بس بقى اخوانجي، انا اخوانجي يعني انت عايز تقول ان انا ضد مصر؟ يعني عايز تقول ان انا ضد البلد؟ يا حبيبي احنا ناس وطنيين بالفطره، يعني مش مساله كمان ان ربنا سبحانه وتعالى زرعها فينا، ومش انا بس، اي واحد موجود على ارض البلد دي وكل من عيشها وشرب من نيلها ومثلها، يعني احنا كمان ربنا اداني ان الواحد بيحب التاريخ، فاللي يقرا تاريخ او بيحب التاريخ يعرف يعني ايه مصر. فالحمد لله انا بحب التاريخ جدا، فعارف يعني ايه قيمه البلد دي ومكانتها وعظمتها، قيمتها ومكانتها وعظمتها. وربنا اداني اكتر لما كنت سبب ان انا امثل منتخب بلدي، سواء كان على مراحل الناشئين 14 ولا 16 ولا 19. فلما تسمع السلام الوطني بتاعك وانت عندك 12 سنه ولا 14 سنه، جسمك وقلبك يا اشعر تعرف يعني ايه البلد بتاعتك. لما تشوف يعني حنيه مواطن مصري وانت خارج البلاد، خارج البلاد عليك ولهفته عليك، وممكن يخسر شغله على اساس ان هو يعمل لك خدمه ولا يروح معاك مشوار ولا حاجه، تعرف يعني قيمه المكان ده وقيمه البلد دي وقيمه وعظمه المكان ده.